المعسكر واجهنا مفرزه مال داعش قدامنا، فعاقه الرتل مالتنا ما قدرنا يعني ندخل. فانا عندي فصيل قناصين نزلت اثنين ومن ضمنهم انا الثالث، كانوا يعني داعش كانوا متحصنين يعني تحصن كلش قوي يعني. نشرت القناصين الاثنين مالتي بالمتقدم، وانا سويت عمليه التفاف عليهم، قدرت اكتشف مواقعهم وقدرت اقتل القناص مالتهم اللي هو يعني كان متقدم بالمتقدم. قدرت اكبد من عندهم اربع اشخاص. كلهم انت قنصتهم واحد واحد؟ صحيح سيدي. انت اعتقد عندك الامكانيه يعني تخرج دورات؟ صحيح سيدي، انا اخرج دورات بس معلم اكيد. نعم سيدي. يعني نعم سيدي. وضعكم الاداري شلون؟ يعني بالوحدات مالكم واكلكم؟ نعم سيدي. الاكل رواتبكم كم وجبه تاكلون؟ كهرباء عندكم؟ المتميزين يجب أن يكرموا دائما ونشير لهم بالبنان. واليوم التقينا بهذا الجندي المقاتل البطل اللي هو من القناصة المتميزين. هذا اللقاء أيضا أعتبره منفذ من منافذ الوصول إلى حقيقة الأمور. عندما يكون الجندي في مكتب الوزير أو المسؤول فأكيد راح يكون صادق في المعلومة اللي يوصلها، يكون على انفراد مع المسؤول. عندما أسأله أنا واثق من أنه سيعطيني المعلومة الدقيقة.